يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب النفاق. اللهم صل. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر محمد الباقر، باقر علوم الأولين والآخرين، وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مغفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجايا، يا دذل ثفناتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة. صلى الله عليك سيدي مولاي أبا جعفر محمد الباقر. الليلة ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وذكرى شهادة زيد الشهيد سلام الله عليه. قبور يويون بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى يا بفخ نالها صلواتي، قبور لدى النهرين من أرض كربلاء. أيوا حسين، أيوا شهيدا، قبور عيون لدى النهرين من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالعراء فليتني. توفيت فيهم قبل حين وفايا، إلى أن يصل إلى هذين البيتين: أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا. بعد ما أدري الإمام الرضا عليه السلام كان حاضر يسمع هذه الكلمات، يستمع لها وعيونه مغرورقة بالدموع. أفاطمة يا لو خلت الحسين مجدلا، يا وقد مات عطشانا بشط فرايا، يا اياتي، اذن للطمت الخد فاطم عنده. بعد ما ادري الامام الرضا عليه السلام من سمع هذا الكلام ماذا صنع، لكن لا شك انه هو اجهش بالبكاء والنعيم. اذا ايان للطمت الخد فاطم عنده، أيوه وأجريت دمع العين في الوجنايا،
اياتي حاضرة هي بأبي وأمها في كل مجلس عزاء، تنظر إلى الباكين على ولدها الحسين، تجمع لهم تلك الدموع، تدخرها يوم القيامة للشفاعة، ولسان حالها يقول: والله وين وين لي واسيني يا شيعه. اي هاي المواساة، ها وين وين لي واسيني يا شيعه. اي اي على حسين ولاده ورضيعه. وابن والد عين الطليعة. يا أبا الفضل العباس، الزهراء ما تنسى أبا الفضل العباس سلام الله عليه، مثل ما أم البنين ما نست الحسين عليه السلام. وابن والد عين الطليعة. على العلقم جفوفه قطيعه، والله على العلقم جفوفه قطيعه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، من الآيات الصريحة والواضحة، وهي تشير إلى صفة مهمة في صفات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أولا الإمام المبين، فسره الإمام الصادق عليه السلام لما قال في مضمون حديث بأنه يعلم كل ما في الدنيا، ما في السماء وما في الأرض، ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فد واحد يعني تردد أو شك، فقال الإمام عليه السلام: ويحكم، نزل فينا قوله تعالى وضرب على صدره، قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: هنا الإمام المبين، وهو صدر محمد وآل محمد. فمن أهم الصفات التي يجب أن نعرفها، وذكرت لكم بالأمس صفة من الصفات في الإمامة، واليوم نتحدث عن صفة مهمة أيضا في الأئمة عليهم السلام، يجب أن نؤمن بها وأن نعرفها أيضا. طبعا شقد أنت تزداد معرفة فيها، درجات تكون لك. الذي يعرف أهل البيت عليهم السلام له المنزلة العالية. سلمان لماذا نال المنزلة العاشرة، أعلى من أبي ذر وأعلى من المقداد، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام في حقه: لو عرض علم سلمان على أبي ذر لقتله أو لكفره. هذا وقد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله. نال هذه المنزلة بالمعرفة، بمعرفته بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كذلك إن ذكرنا رشيد وميثم وحبيب، وهذه الثلة اللي يعبرون عنهم بالحواريين وحملة الأسرار. ولا تقول ذولاك من يوصل لهم، لا، توصل لهم بالتقوى والعمل الصالح.
فأهم صفة ومن الصفات المهمة في الأئمة عليهم السلام وفي معرفتهم أن تعرف أن لهم العلم اللدني الإلهي، علمهم لدني وهو علم كل شيء ومعرفة كل شيء، لأن الله عز وجل يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين عليكم السلام. وكل شيء، شوف هاي الكل شيء، يعني ايش تتصور أكو شيء في الوجود من عرش، من كرسي، من سماوات، من إنس، من جن، من ملائكة، من نبات، من جماد، من حيوان، ما نعلم وما لا نعلم، من أحصاه علما هم محمد وآل محمد. اللهم صل. علما وإحاطة. ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الذي لم يعترض عليه أحد من المسلمين، ومن اعترض الآن شوف التاريخ يوبخه، التاريخ يسخر منه، كان يقول دائما وأبدا اسألوني قبل أن تفقدوني. ما واحد قال له ليش تقول هذا الكلام، فإني أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض. هذا مو معناه يعني أنه هو يعرف علم السماء لكن علم الأرض ما يعرفه، لا، هذا يسموه صيغ من صيغ اللغة العربية والبلاغية للإشارة إلى عظمة العلم الذي يحمله. مثل قول النبي صلى الله عليه وآله إني خير أو أنا خير من نطق بالضاد بيد أني من قريش. بيد أني مو معنى يعني هذا ذم، لا، يقولون بيد أني معناها من أجل أني من قريش، أو هذا يسموه مدح بصيغة الذم. أكو مدح بصيغة الذم وأكو ذم بصيغة شنو؟ المدح. هذا في اللغة العربية والبلاغة كثير ما شاء الله. يعني مثلا عندنا في شواهد ابن عقيل، خلي أذكر هاي الحادثة، كتاب ابن عقيل كتاب في النحو درس في الحوزات العلمية وغيرها أكاديمية، وهو يكاد أن يكون يعني هو الكتاب الأكبر في هذا المجال، لا يعد الفقيه فقيها حتى يدرس هذا. ففيه بيت شعر شاهد من الشواهد: دع المكارم لا تذهب لبغيتها واقعد فإنك الطاعم الكاسي. هاي باللغة العربية اسم الفاعل قد يأتي بمعنى اسم المفعول، يعني اسم الفاعل وين واسم المفعول وين، يعني صيغة مدح لكن هي صيغة ذم. هاي إلها حادثة، الحادثة منه الحطيئة شاعر معروف هجى الزبرقان في زمن عمر بن الخطاب، فالزبرقان سمع هذا البيت من الشعر الحطيئة، قال له دع المكارمة لا تذهب لبغيتها واقعد فإنك الطاعم الكاسي. فراح اشتكى عند عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال له مدحك هذا الرجل، هذا مدحك، اقعد أنت الطاعم الكاسي. الطاعم يعني بمعنى اسم الفاعل، يعني اللي يطعم الناس، الكاسي الذي يكسي الناس. قال له خلوا نروح الحسان، حسان بعد هو أبو اللغة وأبو البيان وأبو الشعر. راحوا الحسان، سئل عمر بن الخطاب، قال يا حسان الحطيئة قال للزبرقان دع المكارم لا تذهب لبغيتها واقعد فإنك الطاعم الكاسي. أظنه مدحه، فهل هجاه؟ قال لا ما هجاه، ولكن سلح عليه. سلح عليه إلها معنيين، أكو معنى ذرق عليه وأكو بمعنى تغوط عليه. زين، فاستخدم هذا الرجل هذا الأسلوب، ظاهرة المدح لكن حقيقته شنو؟ حقيقته الذم. هو هاي يعني لو تريد تسأل الصبح يعني أذكر لك قضايا البلاغة التورية، إياك يعني واسمعي يا جارة، أساليب باللغة كثيرة جدا. زين، خل أعطيك بعد فد واحدة من هذه الأمور. زين،
السيد كاظم على الله مقامه الرشدي يذكر في أظنه في تفسير آية الكرسي أو غيرها، تفسير آية الكرسي طبعا ما يفهمه أي أحد، مثل الخطبة التطنجية ومثل شرح القصيدة العمرية. لماذا؟ لأن السيد هو ذكر قدس الله نفسه في مقدمة هذني الأمور الثلاثة، وخصوصا تفسير آية الكرسي. قال: إن العلماء الماضين رضوان الله عليهم قد فسروا آية الكرسي بالظاهر، يعني بالمعنى شنو؟ الظاهر، قرآن إلى ظاهر وباطن وتأويل وباطن تأويل، قلنا إلى 70 معنى. قال: أما أنا أريد أن أفسرها بالباطن. أنت إذا ما تعرف تفسير الباطن ما يمكن تفهم هذا الكلام الذي سوف يقوله، زين؟ لأن أنت تتصور تمشي على الظاهر، إذا نظرت إلى الظاهر تفسير الباطن قد يخالف الظاهر 360 درجة، زين؟ قد يعني يخالف مخالفة تامة، هذا وين التفسير وهذا وين التفسير، زين؟ لذلك بعض الجهلة اللي ما قرأ مثلا مقدمة هذه الرسالة فطعن بالسيد قدس الله نفسه، أو سمع، أغلبهم سمع يقولون زين ما فهم، أو يأخذ لعبارة مثلا في الصفحة 20 صفحة 30 صفحة 40 يقول شنو هالكلام هذا، زين؟ الإنسان عدو ما يجهل. فعنده يذكر بيتين من الشعر، هو يذكر دائما يكرر، حتى الشيخ على الله مقامه يكرر، يقول كم مرة أكرر هاي الكلمات، زين؟ والناس قد لا سامح الله تتهمني بالباطل، لأن أغلبهم ما يقرؤون أو بعضهم ما يفهمون. فيذكر بيتين من الشعر هذن في هذا المجال: شهدت بأن الله ليس بخالقي، وأن رسول الله ليس من البشر، وأن علي ليس بابن عمه، ومن شك في هذا المقال فقد كفر. زين بس هاي احنا ما نجاوب عليها، هاي الباكر، هاي واجب بيتي. يقول انا دائما بالحسينيات اسوي واجب بيتي النساء يجيبن الجواب قبل الرجال، خلينا نشوف هسه هنا بحسينية ابو حمد من يجيب الجواب. باكر: شهدت بأن الله ليس بخالقي، وأن رسول الله ليس من البشر، وأن علي ليس بابن عمه، ومن شك في هذا المقال فقد كفر. هاي الباج. وهكذا عندنا أمثلة كثيرة. فلما قال الإمام عليه السلام: اسألوني قبل أن تفقدوني، ما حد قال له شنو هالكلام هذا وانت اشتعرف وكذا، يعرفون: لقد علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب ينفتح من كل باب 1000 باب، وهاي كل باب من أبواب العلم العميقة. لا تدور بالإنترنت على هذا الشعر، إذا دور ما يخالف هسه بالإنترنت دور، يعني ما يخالف، يلا بس خليها ورا المجلس، مو هسه، بس اكتب لك كلمة وبعدين ورا المجلس. صلوا على محمد وعلى محمد. كل باب يعني 1000 1000 باب، مليون باب، كل باب من أصول أبواب العلم، من أصول أبواب العلم. لذلك قالوا مقولة عمر بن الخطاب المشهورة: لا معضلة إلا وأبو الحسن لها. احنا من نقول حلال المشاكل أو حلال المعضلات، بعض الجهلة يأتي ويقول ماذا؟ يقول: لا تغالون، لا ترفع. هذا مو قولي، هذا قول الصحابة، قول التابعين، قول إذا يصفون علي بن أبي طالب عليه السلام يصفوه بهذا، يصفوه بأنه لا أبقان الله لمعضلة إلا وأبو الحسن لها، زين؟ لولا علي لهلك عمر، زين؟ ذاك الذي يقول: هؤلاء أهل بيت علم، زقوا العلم زقا. هالروايات هاي إذا أريد نجمعها من المسلمين، من حتى غير المسلمين، زين؟ ولذلك كانوا ما يتعجبون من هذه الأمور لما يروها ولما يسمعوها، بل في هذا الزمان اختلطت الحقائق، زين؟ فنجد أمير المؤمنين سلام الله عليه في كل العلوم، في الرياضيات، في الفلك، في الفقه، في الحلال، في الحرام، في القرآن، في
ما في السماء، ما في الأرض، ما في النجوم، ما في كل شيء، ما كان يعجزه شيء سلام الله عليه، أبدا ما يعجزه شيء، حتى أن الجن كانت تقصده ليس فقط الإنس. أنطيك مثل هاي الحادثة، عندي هواي أمثلة لكن خل أعطيك هاي الحادثة. الآن لما تذهب إلى مسجد الكوفة، أسأل الله أن يرزقنا زيارة هذا المسجد المبارك وزيارة الشهيد مسلم بن عقيل سلام الله، يستحب الدخول من باب الرئيسية، باب اسمها باب الثعبان، سابقا تسمى باب الفيل، لها عدة تسميات، لكن اللي اشتهرا مرة باب الفيل مرة باب الثعبان. شو وقت باب الفيل؟ لما يصير الحكم أموي، ولكن إذا صار للشيعة متسع يرجعوها إلى اسمها الحقيقي وهي شنو؟ باب الثعبان. هي هاي كانت باب بجيلة أو الأشعريين على القبائل يسموها باب كندة، باب الأزد وهكذا. لكن ليش سميت باب الثعبان؟ يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام يخطب قربها، وإذا خرج منها من جهتها ثعبان عظيم، هم مو ثعبان عادي يعني، شجاع فدوش أفعى كبيرة يعني. فهرب الناس فأومأ لهم أن ابقوا، قال لهم ابقوا هاي شغلها وياه. جاءت الأفعى، جاء الثعبان، لأن يعني الأفعى تطلق على الأنثى، الثعبان للذكر. فجاء الثعبان صعد ارتقى إلى المنبر وأخذ يكلم أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين عليه السلام يكلمه. بعض الروايات يرطن، يرطن الرطينة، شنو هي الرطينة؟ كلام غير مفهوم، لغة غير مفهومة، هذا مصطلح عندنا بالعراق يعني، هو لغة عربية فصيحة وعندنا يقول هذا يرطن، يرطن يعني يحكي كلام شيش بيش ما حد يعرفه، شنو هذا الكلام ما حد يعرفه، هي لغة، وأهل البيت عليهم السلام يعلمون علم اللغات لو ما يعلمون، يعلمون. أوتينا الست علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب ومعرفة الأنساب. واحد في سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، واحد في نفسه، شوف بي نفسه، يقول غلام من غلمانة عبد تركي، في سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يكلم غلمانه بلغاتهم، هذا التركي، هذا القبطي، هذا النبطي، هذا الرومي، هذا مو يكلمهم بالعربي، بعضهم ما يفهم العربي، شلون الآن مثلا أكو وافدين من الهند في الفلبين أول ما يجي ما يعرف اللغة العربية، كلمه بلغته. يقول هذا قلت في نفسي من أين تعلم هذه اللغات وهو عاش في الجزيرة العربية في الحجاز، وبالحجاز عادة ما عندهم هيك يعني يتعلمون، ماكو روم، ماكو ترك، ماكو من كل العالم. فأجابني قبل أن أسأله، فأجابني لأنهم يعلمون شنو ما في النفوس، فأجابني قال إذا لم أعلم فكيف أكون حجة الله على خلقه؟ ها؟ إذا ما أعلم ما الفرق بين الحجة والمحجوج؟ ها؟ أنا حجة الله على خلقه، والحجة حجة الله على خلقه أن يعلم كل شيء، ومنها أن يعلم اللغات. تقول الرواية كلمه، خلص كلامه، راح انساب، دخل من حيث خرج. قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا قاضي قضاة الجن، أشكلت عليه مسألة فجاء وسألني وأجبته عنها. الجن، الجن مكلف لو مو مكلف؟ ها ثقلان الإنس والجن، مو بس أنت مكلف، احنا قلنا أمس أو أول أمس قلنا حتى الحجارة مكلف، وإن من شيء إلا يسبح، ماكو شيء مو مكلف إلا الله عز وجل، من النبي صلى الله عليه وآله إلى الذرة هو مكلف بعبادة الله عز وجل. لكن كل صنف يختلف عبادته عن صنف الآخر، الإنس غير شكل، الجن غير شكل، النبات غير شكل، الحيوان غير شكل، الجماد غير شكل، كل إلى عبادة خاصة، ولذلك هذا هاي عبادة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح، الخلل فينا.
فقال هذا قاضي قضاة الجن، والإمام إمام على الإنس وعلى الجن، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. الله، فهو إمام على كل شيء، بل حتى على يعني على الحيوانات، النباتات، الجمادات، كل شيء، كل شيء. حيوانات كانت تأتي تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابها وتأخذ تكليفها وتسألها، حجارة. يمر النبي صلى الله عليه وآله على جبل، قال لأصحابه: إن هذا الجبل يبكي. قالوا: يا رسول الله يبكي؟ ولكن لا تفقهون جنو تسبيحهم. يسمع منطق الجمادات. شوف، هذا علم الإمام. من نقول علم 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 كل شيء، يسمع ويعرف ويعلم بإحساس ونطق ولغة الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملائكة وكل شيء. قال: نعم يبكي. قص عليه، قال يقول: قلت له: لم تبكي؟ قال: يا رسول الله أبكي لهذه الآية: واتقوا نارا وقودها الناس والحجارة. فلما قلت له: تلك حجارة الكبريت، مو أنت، أنت حجارتك لا طيبة زينة، هاي الحجارة اللي بالنار. شوف، أكو حجارة تدخل النار، وأكو حجارة شنو؟ تعذب يعني، وأكو حجارة ما تدخل النار، ما تعذب، تنعم. هي نعم، كل شيء يعذب أو ينعم، مو بس التي البشر، أسبالها الإنسان بس هو الله خالقه، فقط البشر ويفتهم ويعرف ويحس. أكو حجارة أفهم من بشر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة، يعني أكو حجارة تفتهم، أكو حجارة تحس وتشعر، وأكو بشر ما يحسون ويشعرون. هذا معنى الآية والقرآن: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني يشعر ويحس. فلما قلت له: لا، تلك حجارة الكبريت، قر واستقر، يعني عاف البكاء. خلي واحدنا يعرف الأربع حكايات ونص: أنا ابن جلعة وطلع الثنايا، أنا ماكو أفهم مني، ماكو أعرف من عندي، وين احنا أمامها؟ فالإمام سلام الله عليه إمام على الإنس والجن وعلى كل شيء، جماد، نبات، حيوان، ويكلمهم ويخاطبهم. لعله إن شاء الله في الليالي القادمة نذكر لكم بعض القصص في هذا الجانب إن شاء الله، بعض الحوادث، لأن أحب أن أذكر حادثة للإمام الباقر عليه السلام صاحب الذكرى في هذا المضمون: يا جابر، يوشك أن تبقى أو تعيش حتى تلقى ولدا لي من ولد الحسين اسمه محمد يبقر العلم بقرا. اللهم صل على، فإذا رأيته فقرأه عني السلام. ظل جابر يبحث كذا، يا باقر العلم يصيح بعد سنين، يا باقر العلم، حتى قال أهل المدينة: جابر يهجر يهذي، شنو يا باقر العلم صيح تدور لك على واحد؟ أي قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شنو جاب؟ إلى أن لاقى الإمام عليه السلام، قال: والله شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف مشيته كذا، روحته جيته، شكله. قال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فبكى جابر وقال: يا سيدي ومولاي، جدك رسول الله يقرئك السلام. وكان يختلف إليه حتى عاب عليه أهل المدينة ذلك، قالوا: لا، أنت صحابي كبير كذا، شيخ، وهذول شوف أدمغتهم، يعني حسبالهم بالعمر، هي العلم بالعمر، زين، شنو تأتي هذا؟ صح من أهل البيت، تابعي كذا كذا. قال: هذا من أهل بيت علم، زق العلم زق، ما ترك مراجعة الإمام. لا، الإمام قال له، لا عليك، انصرف أنت،
عاد ذولا ما يقعدون يسكتون أهل المدينة، ما يقعدون يسكتون، لأن أغلبهم حكم بني أمية. ويسب ويلعن علي بن أبي طالب عليه السلام على مآذن المدينة ومنابرها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تقول رواية إجا جابر إلى الإمام السجاد عليه السلام وعنده ولده الإمام الباقر عليه السلام، وهو يبكي، قال له ما يبكي؟ قال له حال أهل المدينة يسبون ويلعنون علي بن أبي طالب جهارا نهارا. غضب الإمام السجاد عليه السلام، قال للإمام باقر عليه السلام: بني علي بالخيط الأصفر. هذا يسمى حديث الخيط الأصفر. فجاءه به، قال: قف هنا، امسك طرف، وقال: حركه خفيفا. خفيف حرك، حرك الخيط خفيفا. شوف قدرة الإمام وعلم الإمام، شيء بسيط. وإذا الصياح، قال: يا جابر اذهب وانظر، وإذا أغلب دور أهل المدينة، دور بني أمية، قد زلزلت بهم الأرض وقد سقطت عليهم، حتى قتل في ذلك اليوم كذا ألف. ويفيد وياهم؟ ما يفيد وياهم، ما يفيد أبدا ولا ينفع، ما يفيد. يا فرج الله، يا فرج الله، وحقك ما ينفع إلا سيف الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولا ينفع الكلام، ولا ينفع أي من تعفو ومن تكظم ومن كذا يستضعفوك، لكن هذا مو ضعف، هذا شجاعة أن نصبر على أمر الإمام عليه السلام لا عن جبن. فإن نهزم، هذا قول الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشورة، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. وما غبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. ما غبنا جبن. من يجي المتوكل بذيك الرواية، هم خل نذكرها شوية اليوم، شوية ناخذ من وقتكم اسمحوا لي. متوكل يأمر جيشه 100,000، تعالوا كل واحد يجي ويجيب بمخلات فرسه، هذا اللي يحط به طعام يأكل جواد، يجيب رمل أحمر، جابوا هاي 100,000 خلوه بمكان صار مثل التل، صعد هو قال لهم سووا استعراض، فرحان بقوة جيشه وكذا، قال للإمام اصعد، قال له تعال اصعد يمي، يريد عود يخوف الإمام عليه السلام. صعد الإمام، صاروا الاستعراض مال جيشه، خلص، قال له: هل رأيت عسكري؟ الإمام الهادي عليه السلام قال له: نعم رأيت عسكرك، فهل ترى عسكري؟ هاي بسببها هو ترى اللقب العسكري للإمام الهادي عليه السلام، عسكري الأول عسكري الثاني، بس الآن صار الهادي بالعسكري، وإلا والعسكري كان لأبيه سلام الله عليه، لهاي الحادثة، مو لعسكرة مدينة سامرة، لهاي صاحب العسكر. قال: وهل عندك عسكر؟ قال: نعم. رفع الإمام يده إلى السماء، وإذا ملائكة مدججون بأعظم الأسلحة من المشرق إلى المغرب. اللهم صل. وقع المتوكل، أغمي عليه ورفث في أسبابه، الإمام رشع لي الماء، قال له: أقعد أقعد، إنا لا ننافسكم على الدنيا، إنما نحن مشغولون بالآخرة، ولك إحنا لو نريد الدنيا شنو التقحات، لا يعني شنو، عايزين قوة، عايزين شجاعة، عايزين، بس إحنا يكتفنا الخوف من الله عز وجل، يكتفنا أمر الله عز وجل. مو يقول الشاعر: بس هام دهري ما شفت بي فرح، بس هام مثل نعش الحسن ينصاب، بس هام وبو فاضل بسل السيف، بس هام مثل حيدر تكتف بالوصية،
ويعرفون هاي دونكم الرجل فإنه موصى، يعرفون مو ما يعرفون، لكن هاي وكل إناء بالذي فيه. تريد تصير شيعة أمير المؤمنين لازم تمشي على منهاجه، ما يعجبك ما تتحمل هاي تفضل روح شوف لك غير مذهب غير دين، هذا هو هذا مذهب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، ومنهجهم طريق مستقيم ولكن في مسالكه عقاب أو صعاب. وأحب علي بن أبي طالب قال استعد لكثرة الأعداء. نجي للإمام الباقر عليه السلام، حادثة طويلة يذكرها الإمام الصادق عليه السلام، أذكر موضع الشاهد مختصرا. وأنتم هشام إجا إلى منى بالحج، شاف الإمام الباقر عليه السلام صاعد يصيح أيها الناس، مجمع ناس، مجمع ناس المسلمين من كل صوب وحد من كل فج عميق، أخذ يصيح يا أيها الناس يا أيها الناس اجتمعوا. قال إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة و فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فإني أعرفه بنفسي. ليش ذولا ما يعرفون؟ إيه ما يعرفون ما يعرفون ما يعرفون أبدا. شلون الآن المسلمين ما يعرفون؟ لكن هاي الفضائيات اللي طلعت وعرفت الناس بأهل البيت هاي أعظم قنبلة، مو حسبها لك، هاي كأنما قنبلة نووية في حق أعداء أهل البيت عليهم السلام، لأن جعلت أبناءهم وبناتهم ونساءهم تتبع منهج أهل البيت عليهم السلام. زين، هاي أعظم من كل ما يقومون به. فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فإني أعرفه بنفسي، أنا محمد بن علي حسين بن علي بن أبي طالب. هشام هذا يضرب مصلحة دولة بني أمية. راح إلى الشام، بعث إلى واليه في المدينة أن ابعث محمد بن علي وولده جعفر إلي. راح يقول ارتحلنا، استدخلوا عليه وكذا وإلى آخره، خلينا نذكرها بعد سريعا. يقول جعلنا 3 أيام، باليوم الثالث يلا استقبلنا، دخلنا وإذا وجدناهم يلعبون بالسهام، عاطيلهم هدف ويرمون، هاي شغلهم اللهو واللعب. فالتفت هشام إلى أبي قال شارك أبناء عمومتك. قال له، قال أبي أنا تركت هذا منذ الشباب. يقول ألح على أبي وقال لمن قربه أعطه السهم والقوس. يقول فأخذ أهم أبي السهام والقوس وضرب الغرض يعني الهدف، فجاء في منتصفه وضرب الثاني في السهم الأول والثالث وهكذا إلى 10. اللهم صل على محمد. يقول فدهش هشام وأخذ يصيح أحسنت يا أبا جعفر أحسنت يا أبا جعفر، وهو كان لا يكني أحدا، لأن ظالم ملك ما يصيح لفلان أبو فلان، لأنه هذا من سوء الأخلاق أن تصيح لصاحبك وصديقك وأخوك تصيح له باسمه. ليس من الأخلاق الحسنة أن تنادي أخاك باسمه، محمد حسين علي نادي كني أبو فلان أبو فلان، هذا وين يفهم الأخلاق؟ فيقول لما انتبه إلى نفسه سكت، جلس قال إلي إلي، أجلسني أجلس أبي قربه وأنا قرب أبي. قال من أين تعلمت هذا؟ يعني أنا مخلع عليك الجواسيس والكذا، وين تعلمت؟ قال أيام حداثتي، إن كنا شباب شو نفهم هذا هذا، أو حتى لو يفهم الإمام يظل يتكلم وياه. لكن متى لما قال له هل جعفر يحسن كما أنت تحسن؟ يقول أبي غضب
هنا بهاي الحكاية غضب. قال يا هذا إن أهل بيت نتوارث التمام والكمال من حين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فهم. قال لك أنا بعد ما كلمه قال له ما حاجتك؟ قال أن أرجع إلى عيالي، إذن لي. قال انصرف متى ما شئت. يقول خرجنا وبعث وراءنا رجل، بعث وراءنا واحد جاسوس يعني، فخرجنا وإذا بميدان. هذا موضع الشاهد ذي شهمت بها من قدرة وعلم الإمام عليه السلام، لكن هنا آكد. يقول خرجنا وإذا بميدان وناس مجتمعون، فسأل أبي ما اجتماعكم؟ قال هذا، قالوا هذا زعيم النصارى يخرج في السنة يوم واحد، واليوم موعد خروجه، نسأله عن الحوادث عن الدنيا عن الكذا، ذول أغلبهم نصارى. يقول فتنكر أبي بطرف من عمامته، يعني طلع بس عيونه وأنفه زين، وأمرني بذلك وجلسنا. خرج هذا الرجل يقول فنظر إلينا نظرة واحدة، شاف المجتمع والقاعدين، طبعا مبين المخالف بالزي وبالكذا مبين، فسألنا أنتما من هذه الأمة المرحومة؟ قال أبي نعم نحن منها. قال أمن علمائها أم من جهالها؟ فقال أبي لسنا من جهالها. شوف هاي خليها ببالك، هاي ما فهم هذاك، فهمها غير شيء، لكن الإمام يقصد غير شيء. لسنا من جهال، ما قال من علمائها ولا قال من جهال، لسنا من جهالها. هذا من سمع انطلت علي القضية زين، وقع في الشرك، كان يظن أن الإمام لا يعني مو من العلماء زين، بس هو ما قال أنا مو من العلماء، قال لست من الجهال. فقال لك مثل ما يقول المثل بروس اليتامى أتعلم حجامه. قال أسألك، يريد يبرز عضلاته الآن يمشن جماعته، أكو هواي هيجي، شلون بعض القنوات الفضائية الآن المعادية لأهل البيت عليهم السلام ما تطلع العلماء أو تطلع الأذكياء، تلتقي لها فد واحد صح لابس عمامة قد، لكن ما عد ذيك المعرفة ولا ذاك الإلمام، قد اسم لامع لكن مو شغل المجادلة والرد، ويعرف الحجج ويعرف الأمور الخلافية، ما بس هيك وجه اسمه، وهذا هم يكيف كاميرا وطلعت بقناة كذا وقناة كذا، وقد يأذي المذهب وهو لا يشعر. قال أبي سل، قال أسألك من أين قلتم بأن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون؟ الجنة ما بيها حدث، نجاسات ما بيها حاشا وكلها، فضلات ما بيها. ليش؟ لأن أصلاً الفاكهة والطعام والكل كل هذا ما بيه فضلات، هاي الفضلات اللي تخرج من الإنسان المدفوعات البول والغائط، إنما بسبب شنو؟ بسبب الفضلات الموجودة في هذه الأطعمة في الحياة الدنيا، أما بالجنة ما، وكلها دائم. قال أبي ها، فقال أعطني له مثل. هذا في قانون الحكمة، ولم أجد من وقع يعني من العلماء من وضع أسسه وقوانينه سوى الشيخ الأوحد على الله مقامه الشريف. هناك هم عدة رسائل موجودة، كل ما في الدنيا موجود في الآخرة لكن بطور آخر، كل ما في لكن بطور آخر، ما عدا طبعا النجاسات. فهاي قاعدة أن كل شيء هنا أكو هناك له مثل، إذا مو هو عينا وأفضل له مثل، هاي يسموه. والمثل لا يأخذ بكل معنى المثلية، وإنما بجهة من الجهة. فقال أبي الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه يأكل ولا يحدث، هو يحدث لكن من الحبل السري، أما القصد من ذلك من الموضع شنو؟ المعتاد، فأخذ المثل من هاي الناحية. ولذلك ذاك يعرف أن هذا أجاب أن الإمام عليه السلام أجاب على سؤاله. قال ألم تقل بأنك لست من علمائها؟ قال لا، قلت لست من جهالها. بس أنت شو فهمك البعيد؟ قال أسألك، قال سل، قال من أين قلتم بأن
طعام الجنة ثمر الجنة أبدا طري. شنو يعني؟ اجيت الآن لقيت بالجنة برتقالة أو تفاحة أو موزة، تعال بعد تريليون سنة نفس الموزة كل شيء ما بيها، ما تفسد، لا بل بالعكس تزداد نضجا وحلاوة. شقد تبقى الفاكهة بالجنة والإنسان شقد يبقى بالجنة شقد يزداد، شنو يزداد؟ نوعية، يزداد حلاوة، يزداد قدرة. وأهل النار بالعكس شقد يبقون أكثر شقد يضاعف عليهم شنو العذاب. فقال أعطني مثل له في الدنيا، فقال أبي التراب الأرض. التراب دائما شنو؟ تجي الشتاء صيف كذا يقول انزعج هذا غضب. قال أسألك، قال سل، قال أسألك عن ساعة لا هي من الليل ولا هي من النهار. قال أبي تلك ساعة الفجر. طبعا الإمام رأسا يجاوب، ماكو ينتظر وما أدري شنو. إذا واحد طلع وقال أني إمام سوي له معادلة منا الكربلة آنية غيرها، يجاوبك رأسا عليه، ما يقول لك خلى والله جيب الحاسب لو انتظر له. هذا الإمام سلام الله عليه يوم الأيام عمر بن الخطاب قال للإمام عليه السلام، قال له ليش تستعجل تجاوب يا أبو الحسن؟ زين إذا واحد سئلك شوية انتظر. قال كم هذه؟ قال 5 أصابع. قال أنت ما انتظر. هذا علم الإمام، هذا علم الإمام. لو كشف الغطاء لي ما ازددت يقين. هذا علم الإمام. بلي. قال أسألك عن ساعة ليست من الليل وليست من النهار. قال تلك ساعة الفجر. تدري هاي دوخت علماءنا ساعة الفجر لو ما تدري، مدوخت زعيم النصارى. الآن غسل يوم الجمعة منين يبدي؟ من الفجر لو من طلوع الشمس. لا ما تدري انت، ما ادري انت فقيه انت الا تقول مقلد يعني مثلا. اي عافيه اسكت قول ما ادري، واذا جاوبت كون على مقلدك اذا صحيح، لان مساله خلافيه. بعض علماء قال من الفجر وبعض علماء قال شنو من طلوع الشمس. ليش؟ فرضا انت بالحج ويوم جمعه وتيجي تروح للطواف الواجب اللي إذا بطل الطواف بطل الحج، وإجيت اغتسلت غسل يوم الجمعة. بعض العلماء عنده شنو؟ يجزي عن الوضوء، وبعض العلماء عنده شنو؟ ما يجزي عن الوضوء. أنت تقلد الفقيه اللي ما يجزي عن الوضوء، ما يجزي عن الوضوء، ويقول بأن وقته من طلوع الشمس. عفوا، أتقلد الذي يقول بأنه يجزي عن الوضوء، لكن يقول من طلوع الشمس، أنت اغتسلت قبل طلوع الشمس، غسل باطل لو مغلق. رحيت طفيت يا بقى أنا مقلدي يقول بأنه مجزي عن الوضوء. بلي، لكن أنت ما جبت بوقته. هو مو بس شرط واحد، شوف شروط لازم تعرف هاي الشروط. شنو يا بشلون يقول يجزي عن الوضوء؟ يجزي عن الوضوء لكن من طلوع الشمس. بعد صلاة الليل أريد أصلي صلاة الليل، صلاة الليل الليل من غروب الشمس لا طلوع الفجر لو طلوع الشمس. اللي يقول طلوع الفجر اللي يقول طلوع الشمس إيش قد يصير فرق بيها؟ حوالي 3 ساعة أو نصف ساعة. وهكذا أحكام كثيرة. الزيارة، زر يوم عرفة، يقول مبدأ النهار الفجر، اي روح زور بعد الفجر، صليت الفجر زور وروح لهلك. بعض العلماء يقول لا طلوع الشمس مبدأ النهار. شنو هاي؟ شلون دوخت العلماء؟ مو دوخت زعيم النصارى. يقول لما سمع هذا الرجل جواب أبي قال والله لأسألنك مسألة لا تجيب عنها. قال أبي سل فإنك تحنث بيمينك. قال أسألك عن أخوين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد وعمر أحدهما 50 سنة وعمر الثاني 150 سنة. قال أبي رأسا، قال أبي ذلك عزرا وعزيرا. صلوا على محمد. عزرا وعزيرا، عزرا وعزيرا أخوان عاشوا ولدوا في يوم واحد، توم عاشوا 25 سنة.
اجا عزير مر على تلك القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله، فأماته الله 100 عام ثم بعث. أي رجع له مو رجع 100 عام ثم. قارين كتاب الرجع للشيخ الأوحد على الله مقامه، هاي خليها بالبرنامج أبو يوسف مال القراءة، اقرأ، صار برنامج هنا إن شاء الله قراءة بالأسبوع ساعة قليل بس هم من عمر الله ما يخالف، شوي شوي نريد مشاركاتكم إن شاء الله، أكو مكتبة مو نعم. اقرأوا هاي الكتب المهمة، كتاب نفيس وعظيم اسمه الرجعة للشيخ، هو مو فقط عن الرجعة، عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا إن شاء الله بركة دعائكم وصل إلى العراق بالبصرة، طبع وهو مبذول هدايا، وأي واحد يأتي إلى العراق وإذا وصل إلى النجف إن شاء الله، والكتاب موجود، الكتاب موجود هدايا، طبع طبعة حديثة جيدة الآن، مقابلة بالنسخ مخطوطة، ومضاف له مجموعة ما ذكر الشيخ على الله مقامه رأيه في الرجعة وفي الإمام المهدي سلام الله عليه، اللي راح نفرد لها يوم من الأيام، لهذه قضية مصيرية إن كل إحنا في هذا الزمان، فجاهز تجي تلقي هذا الشيخ على الله مقامه يعني أتعب نفسه في هذا، فأنت شوية تعب نفسك وأقرأ هذا الكتاب، راح تجد الأمور العلمية الرائعة المعرفية في حق أهل البيت سلام الله. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لما بعثه شقد عمره؟ 125، من 25 عمره بعثه، وهو عمره شنو؟ شاب 25 سنة. ذاك أخوش قد صار عمره؟ ذاك عايش 125 سنة، شايب، إجا دق الباب علي، طلع له قال له منو أنت؟ قال أنا أخوك عزير. قال له لك يا عزير قبل 100 سنة أخوي مات وراح وطلع وما ندري شنو سالفته، فقص عليه القصة وذكره بأمور لا يعرف أحد اللهم، وعاش 25 سنة ومات في يوم واحد، فصار عمر 51 سنة والثاني شنو؟ 125 سنة. صلوا على محمد وعلى محمد. فقام زعيم النصارى ونفض ثيابه وقال جئتموني بمن هو أعلم مني، والله لا أخرج لكم بعد ذلك أبدا، روح بلا جي، مش حسبالك. قتادة يقول للإمام الباقر عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله جلست وقعدت قدام الفقهاء والعلماء فما اضطربت بين يدي واحد منهم كاضطرابي بين يديك. يقول له من أقعد أنا أرجف أخاف. يقول له الإمام الباقر عليه السلام، يا قتادة أتعلم بين يدي من أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال إي والله يا ابن رسول الله، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. صلى الله عليك سيدي مولاي يا محمد الباقر، يا باقر العلم، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. آي في ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تمر علينا ذكرى شهادة زيد الشهيد سلام الله عليه، هذا اللي ملئ إيمانا يقول الإمام عنه، هذا اللي كان كلما يتذكر الإمام عليه السلام ما جرى عليه ينتحي يجهش بالبكاء والنحي، بعد ما خدعه القوم بايعوه 30,000 لكن ما إن جد الجد وصارت المعركة ينظر يمينا وشمالا ولا أحد بينما هو واقف متحير وإذا بسهم غادر يقع في جبهته الشريف، وصل إلى دماغه. هذا السهم كان يؤلم الإمام الصادق عليه السلام، وكلما كان يتذكر ما جرى عليه كان يبكي ويجهش بالبكاء، يبكي الإمام يا يام لزيدين حين يذكره، وإن زيدين بسهم واحد
ضربا، فكيف حال علي بن الحسين وقد رأى أباه لنبل القايا يا أم قد نصب. سعد الله قلبك أبا عبد الله. يقول الإمام الباقر عليه السلام: 300 رامي وقفوا يرمون الحسين عليه السلام بالنبا، لكن كلها بكفة، وذلك السهم الغادر بكفة، لما ضربه لعين بحجر وقع على جبهته الشريفة، الإمام شال ثوبه يمسح الدم، وإذا بسهمين ذي 3 شعب مسموم يقع على قلبي الشريف. والله شال حسين، شال حسين ثوبه يمسح الدايم، ولن سهم المثلى اثنا اجعي بسيف بقلب طاح لا اخر وجدم، هو وظلم هواها والسماء احمر. ينشال انجرح قلبي بجرح ما بعد، ينشال وعسى جف الدهر يحسين، ينشال راسك فوق راس الرموح، ينشال عجيبة وجثتك فوق الوطية، يا والله عجيبة وجثتك فوق الوطي. راح اقرأ لك مقطوعة قصيرة ان شاء الله بطور البحراني، واريد وانتك ان شاء الله الليلة ان شاء الله تقرأ وياي وتبكي على الحسين ان شاء الله، جزاك الله خير الجزاء. بالله يا طارش روحي ويقصد للمدينة قلهم ترى شيخ العشيرة ذابحي. يهلا بيك، اعلى اعلى ان شاء الله. قلهم ترى شيخ العشيرة داسة الخيال، ومن الصبح زينب تعوفة وباشرت وتعوف جسم على الوطية موزعين ايه. ادري بني هاشم اهل غيره وحمية، لو سمعوا بنسوانهم وصعب على قلب الشيعي هذه الكلمات، والله لو سمعوا بنسوانهم راح انسب. ايش عندك زينب؟ قالت خبي
اخونا الما يحايب من المنية المنية خبر عمامة وبالعجل يلحق علي توجهت ها توجهت للمدينة يقولوا لو جاسم ترى زينب سبوك وولي وولي اي والشمر سبها يا عظيم موسى ابو اي وبحبال يا وسفة تراكم ولا كتفوا والله ما تعيم ما تعيم لولاك الفرض يا حسين. يلا خل اقرا لك عاشور ان شاء الله حتى تسمعني صوتك حسيني. اي ما تم لولاك الفرض يا حسين ما تم والله ما تم ما تم ما تم وحق جبدك المثلية حسين حسين والله إلك بقلوبنا اي والله اي إلك بقلوبنا منصوب ما تم ذكرك يا ذبيح الغاضري يلا هنا هنا وانتك اي والله لذكرك يا ذبيح الغاضري احسنت اخواني نتوجه الى الله لدينا مرضى يسألوكم ويسألون الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء اشفي مرضاهم اقضي حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين ايد علماءنا العاملين اجعل بلدنا هذا وبلاد المؤمنين والمسلمين في أمن وأمان اخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا اخواني المؤسسون تقبل اعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.